بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد حلقة جميلة، مراجعة عامة على مين؟ على مفهوم الوقود والمفاهيم اللي جت في المفهوم كله. أول تعريف، تعريف الوقود، إيه تعريفه؟ هي مادة تنتج طاقة حرارية عند حرقها. هي مادة تنتج طاقة حرارية عند حرقها. طب مصادر الطاقة نوعين، مصادر طاقة متجددة وغير متجددة. المتجددة هي مادة طبيعية يمكن استبدالها امتى؟ بعد وقت قصير من استخدامها، يبقى اللي تقدر تبدلها بعد وقت قصير لانها متجددة. طب الغير متجددة هي مادة طبيعية تستهلك بمعدل اسرع من امكانية تجددها، يعني استهلاكنا لها بدرجة كبيرة برغم انها بتاخد وقت في انتاجها. الوقود نوعين، وقود حيوي ووقود حفري. تعريف الوقود الحيوي هو وقود مصنوع من الكائنات الحية. فاكر لما قلت لك كلمة حيوي جاية من كلمة حي؟ أيوة، يبقى مصنوع من الكائنات الحية إن هي التي يمكن زراعتها. زراعتها يبقى مرتبط بمين؟ بالنبات. الحيوي مرتبط بالنبات. طب الوقود الحفري، ها، هو وقود ينتج من تحلل بقايا الكائنات الحية نهي اللي عاشت على سطح الأرض منذ ملايين السنين وتعرضت للضغط والحرارة وأشعة الشمس. خدنا مفهوم إزالة الغابات. يعني إيه إزالة الغابات؟ هي عملية قطع الأشجار كليا بوتيرة سريعة، يعني بسرعة. طب الإيثانول ده إيه؟ وقود حيوي، ممكن يجي لك في المصطلح العلمي وقود حيوي سائل يصنع من الأعشاب ورقائق الأخشاب والذر والذرة، يبقى مين؟ الإيثانول، واللي قلنا بيستخرج معظمه من الذرة والسكر. الفحم تعرفه إيه؟ هو وقود حفري مش حيوي. الإيثانول حيوي سائل ناتج نباتي، الفحم وقود حفري جاي من تحلل بقايا النباتات. طب اتعرض لمين؟ للضغط والحرارة وأشعة الشمس منذ ملايين السنين، يبقى احنا نستهلكه بسرعة برغم ان اخد ملايين السنين في تكوينه. النفط والغاز الطبيعي جاي منين؟ من الوقود الحفري. طب ناتج من تحلل مين؟ طحالب الدياتوم البحرية، واللي اتعرضت لضغط وحرارة منذ ملايين السنين. الشريحة ما زلنا مع المفاهيم. حالب الدياتوم ايه تعريفها؟ هي كائنات بحرية متناهية الصغر، حجمها لا يزيد عن راس الدبوس. ده حجمها كله، جسمها كله ما بيزيدش عن راس الدبوس، وممكن بمرور الزمن تتحول الى ايه؟ الى نقط بفعل الضغط والايه؟ والحرارة. الفحم الايه؟ النباتي. الفحم النباتي من انواع الوقود المهمة ويصنع منين؟ من الخشب. يبقى الفحم النباتي بيصنع منين؟ من الخشب. طحالب الدياتوم مصدر لإنتاج النفط بعد تعرضها للضغط والحرارة. طب ترشيد الاستهلاك معناه إيه يا جماعة؟ معناه الاستخدام الأمثل، الاستخدام الهادئ، استخدام موارد البيئة الموجودة بصورة أفضل، ما يكونش فيها إسراف ولا تبذير ولا استهلاك، أو الاستخدام المواد الموجودة بكفاءة عالية لتجنب الإهدار. يبقى الترشيد عكس الإهدار والإسراف. الزيت النباتي هو نوع من الوقود المتجدد، واللي بيصنع منين؟ من البذور. بذرة النبات تطلع زيوت نباتية. ده خلصت المفاهيم، ونيجي نقول إن المصدر الأساسي للوقود هو مين؟ الشمس. المصدر الرئيسي للطاقة والحرارة والضوء على سطح الأرض. الشمس أم الطاقات. طب أنواع الوقود كم نوع؟ نوعين، وقود حيوي ووقود حفري. طب الوقود الحيوي هو وقود مصنوع من الكائنات الحية التي يمكن زراعتها، إنما الحفري هو وقود يتكون من تحلل بقايا الكائنات الحية واللي عاشت على سطح الأرض منذ ملايين السنين. طب أمثلة الوقود الحيوي اللي جاي من الكائنات الحية، الخشب والأعشاب والذرة. طب الوقود الحفري، الفحم
والغاز الطبيعي والبنزين والنفط، زيت البترول الخام. طب ما الوقود الحيوي مصدر ايه؟ متجدد. انما الوقود الحفري من المصادر الغير متجددة. يبقى المقارنة هنا من حيث مين؟ التعريف، تعريف دي وتعريف دي، أمثلة دي وأمثلة دي، المصدر دي متجدد ولا غير متجدد؟ تعال نتكلم على الثلاث نقاط المهمين، النفط والمية والكهرباء في حلقة المراجعة العامة على وحدة الوقود. النفط من المصادر الغير متجددة، علل، لأنه بيستغرق ملايين السنين حتى يتم تعويض المستهلك منه. طب ما كان خروجه من بطن الأرض، طب أصلا هو جاي منين؟ من تحلل الكائنات البحرية الميتة. يبقى زيت البترول الخام أصلا اعتقاد العلماء تحلل الكائنات البحرية. طب محتاجين نرشده؟ أيوة، نستعمل وسائل النقل العام، اركب المواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة في كتير من الأوقات عشان ترشد استهلاكه وتحافظ عليه. طب بالنسبة للمية، لا يا مستر، دي من المصادر المتجددة الربانية الجميلة، طب لابد من التعامل معها بإيه؟ بحرص، وهنتسأل على المية لو أهدرتها ولو أسرفت فيها. طيب للمحافظة عليه ممكن نزرع نباتات في الفناءات الخلفية، اللي شمعنا لأنها مش محتاجة ري بكميات كبيرة، ده غير استعمال وسائل الري الحديثة زي الري بالرش والري بالتنقيط للحفاظ على المية. أما الكهرباء مصدر من مصادر الطاقة المهم، ويمكن توليدها من مصادر متجددة وكمان غير متجددة. طب أي مولد كهربي بيستعمل طاقة إيه؟ من طاقة حركية، يطلع طاقة كهربية، ودي فكرة عمله ودي طريقة التحويل، لأن المولد عنده توربين والتوربين بيتحرك، يبقى بيحول الطاقة الحركية إلى كهربية. طب المصادر نوعين، متجددة وغير متجددة. المتجددة هي مواد طبيعية يمكن استبدالها بعد وقت قصير، المية والرياح والشمس دي الأمثلة. طب الغير متجددة هي مواد طبيعية تستهلك بمعدل أسرع من إمكانية تجددها، النفط والبنزين والفحم والغاز الطبيعي. النفط والبنزين والفحم والغاز الطبيعي. طب نيجي لنقطة مهمة وخدنا لها حلقة، أهمية الوقود الحفري بيفيدنا في إيه؟ في توليد الكهرباء، وأقدر أدفي بيه المنازل، وأقدر أطبخ بيه يبقى طهي الطعام، وأقدر أستعمله في السيارات يبقى تحريك السيارات. يبقى أهمية الوقود الحفري توليد الكهرباء، تدفئة المنازل، طهي الطعام، تحريك السيارات. طب لو أنا حرقت الوقود مش بينتج عنه ملوثات؟ زي غاز ثاني أكسيد الكربون ينتج من حرق الوقود الحفري. أيوة، طب إيه عيوبه؟ طب إيه أضراره؟ طب إيه أخطاره؟ يكون الأمطار الحمضية الضارة على النباتات والحيوانات، وأيضا حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. يبقى ثاني أكسيد الكربون أثناء الحرق عيوبه إيه؟ لعبين خطيرين، تكوين الأمطار الحمضية وظاهرة الاحتباس الحراري. النقطة اللي بعدها، إحنا ملاحظين إن التلوث بيزيد في المدن الكبيرة خاصة العواصم زي القاهرة مثلا مقارنة بباقي المحافظات. طب يا ترى إيه الأسباب إن التلوث زاد في المدن الكبيرة؟ نمرة واحد، زيادة احتراق الوقود الحفري للحصول على الطاقة. يبقى السؤال ده يجي علل أو ما أسباب. نمرة اتنين، المبيدات الحشرية واللي بتختلط في المزارع بمياه الجداول عند سقوط الأمطار فتلوثها. نمرة ثلاثة، المواد الكيميائية واللي بتستخدم في المصانع فتسبب تلوث الهواء والتربة والمية. يبقى كم ملوث؟ كم سبب؟ 3 أسباب. نمرة واحد، زيادة حرق الوقود. نمرة اتنين، المبيدات الحشرية. نمرة ثلاثة، المواد الكيميائية. طرق الحفاظ على الوقود الحفري، أنا عندي وقود حفري إزاي نحافظ عليه؟ عندنا بعض النصائح المهمة. نمرة واحد، إن أنت تمشي وتركب الدراجات بدلا من قيادة السيارات يا آدم. النقطة الثانية، إطفاء المصابيح في حالة عدم التواجد في الغرفة
الأوضة فاضية، طب سايب النور ليه؟ طب فاتح التلفزيون ليه؟ النقطة الثالثة، نحاول نبدل الوقود الحفري بمصادر من الطاقة المتجددة النظيفة الربانية. يبقى دول إيه يا جماعة؟ دول 3 نصائح. دول إيه يا جماعة؟ دول 3 حلول للحفاظ على الوقود الحفري: المشي وركوب الدراجات، إطفاء المصابيح في الغرف الخالية، استبدال الوقود الحفري بالمصادر الطاقة المتجددة. وبكده خلصت مراجعتنا على مفهوم الوقود، التعريف والمفاهيم والأمثلة والتعليلات. رب يكون سهل وبسيط ومفهوم. وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلقتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي. ودايما اقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي، وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد، وشير في الخير، خلي الكل يستفيد. صالح دعوتكم مستر حامد البيومي.